حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد المستشار المالي والاقتصادي للسوداني مظهر محمد صالح عدم تقديم موازنة عام 2023 لمجلس النواب خلال الشهر الحالي. وقال صالح إن مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخر ذلك هو أزمة الدولار والتقلب في أسعار الصرف. أفادت وزارة الداخلية بضبط عملة مزورة قدرها 47 مليون دينار عراقي، وألقت القبض على شخص متهم بطباعة العملة المزيفة. قالت الوزارة إن مفاريزها ألقت القبض على شخص يقوم بالمتاجرة بالعملة المزيفة في صلاح الدين وبحوزته 47 مليون دينار عراقي من فئة 50 ألف دينار عراقي، إضافة لثلاث طابعات ملونة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني الماضي. وقالت الهيئة إن الروس تصدروا بقية الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الثاني ب 1557 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 526 منزلا، والعراقيون ثالثا ب 229 منزلا. ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أنهم تراجعوا إلى المركز الثاني بعد إيران مع بداية عام 2021، قبل أن يتراجعوا للمركز الثالث منذ شهر نيسان عام 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية. أكد مسؤول حكومي ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية المستوردة في كريميان وأطرافها الحدودية مع ديالة بسبب تذبذب أسعار الدينار وشح المنتوجات المحلية. وقالت مديرية زراعة قضاء خانقين إن كريميان تعاني شح المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الحالية الانتقالية بين الصيف والشتاء، وإن 80% من المحاصيل في الأسواق المحلية والمسوقة إلى ديالة والمحافظات مستوردة، وما يزال العراق بحاجة إلى المحاصيل الزراعية المستوردة لعدم قدرة المنتوج المحلي على سد حاجة الأسواق المحلية بسبب سوء التخطيط وغياب الدعم الحكومي والسياسات الزراعية الخاطئة، إلى جانب تذبذب أسعار صرف الدينار. توقع مصرف جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل. أظهر تقرير تسارع أسعار المنتجين في شهر كانون الثاني بأكبر هامش في 7 أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي. وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3% خلال شهر تموز. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.